بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة جدا لأنها بالتأكيد حلقة نهاية الأسبوع، والنهاردة عندنا مباراة مهمة الساعة 8:30 الأهلي والإسماعيلي في الدوري العام، مباراة بالتأكيد لها شعبية وجماهيرية كبيرة، وكمان نتيجتها هتكون مهمة جدا ومؤثرة لكلا الفريقين. الأهلي بالتأكيد بيسعى لحصد 3 نقاط من أجل تأكيد الصدارة والاقتراب من حسم الدوري العام مبكرا، والإسماعيلي في اللحظات الأخيرة بيسعى لحصد أي نقطة لمواجهة شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية خلال الفترة اللي جاية. يمكن عشان كده المباراة بالتأكيد جاية من هنا فيها صعوبة وفيها اهتمام كبير جدا، والنهاردة كمان هيديرها حكم دولي الكابتن أحمد الغندور. كمان بنبارك لمنتخبنا الأولمبي التأهل إلى الدور النهائي، نهائي أمم إفريقيا لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة، لكن قبل التأهل إلى النهائي التأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس صيف عام 2024 المقبل، وهذا التأهل هو التأهل الثاني على التوالي لمنتخبنا الأولمبي للألعاب الأولمبية. سبق قبل 4 سنين منتخبنا الأولمبي لعب في أولمبياد طوكيو، والآن المنتخب تأهل إلى أولمبياد باريس بإذن الله صيف العام المقبل بعد الفوز على غينيا في مباراة الدور نصف النهائي. لا يتبقى سوى هدف واحد وهو الفوز بالبطولة الإفريقية، لأن منتخبنا هو حامل اللقب في النسخة الأخيرة اللي اتنظمت في مصر قبل 4 سنوات. حلقة النهاردة فيها كواليس مهمة جدا، هنتكلم على استعدادات الفريق لمباراة الإسماعيلي، آخر الأخبار، آخر المستجدات، والنهاردة عندنا ملفات مهمة جدا هنتكلم فيها بتخص النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية. ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وعايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري اليوم، ومين ممكن يسجل الأهداف. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة ومين ممكن يكون صاحب الحظ السعيد في إحراز أهداف اليوم في هذه المباراة الجماهيرية الكبيرة ما بين الأهلي والإسماعيلي. ولكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواجه الإسماعيلي للاقتراب خطوة من حسم الدوري، وكمان رسميا الأهلي يعلن برونو سافيو ينتقل لبلوفار البوليفي، وأخيرا تأجيل مباراة السوبر الإفريقي. النهاردة عندي ملفات مهمة جدا هتكلم فيها بخصوص الأجندة اللي المفروض الأهلي هيستعد ليها خلال الفترة اللي جاية، السوبر الإفريقي، الأهلي اتحاد العاصمة، دور السوبر الإفريقي، كلام الكتير، دورة مجمعة، البطولة هتتلعب بنظام البلاي أوف الذهاب والإياب، كل التفاصيل دي النهاردة هتشوفوها وتسمعوها من خلالنا في برنامج الترند. ولكن نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهاردة هي مباراة مؤجلة في الدوري العام بين الأهلي والإسماعيلي، هتتلعب الساعة 8:30 على استاد برج العرب. هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع 18 لبطولة الدوري العام. طيب دي بداية مهمة جدا لحلقة برنامج الترند، ولكن نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا تفاصيل وكواليس وهنتكلم عن كل الأخبار المتعلقة بالأهلي في ظل اهتمام كبير جدا في الفترة الحالية بآخر أخبار الأهلي على السوشيال ميديا. طيب النهاردة النادي الأهلي أعلن رسميا يمكن رحيل وانتقال برونو سافيو اللاعب البرازيلي اللي انتقل للأهلي أو انضم للأهلي في بداية هذا الموسم ورجع إلى نادي بوليفار البوليفي بشكل رسمي. النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي من خلال موقعه الرسمي أن النادي وافق على انتقال اللاعب بصفة نهائية إلى نادي بوليفار البوليفي، وقام أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية في انتقال برونو سافيو وعودته من جديد إلى نادي البوليفي. طبعا خلال هذا الموسم يمكن برونو سافيو منتقل حديثا للدوري المصري، اول مره يلعب في المنطقه العربيه. البدايه كانت جيده، لعب وظهر بشكل كويس، والبدايه موفقه، بتلعب مباراه قمه امام الزمالك المنافس التقليدي للاهلي، قدر اللاعب يعني يحظى بحب وشعبيه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي، احرز هدف في لقاء السوبر وكان هدف البطوله، وكان ليه دور كبير جدا في البطوله الاولى ليه مع النادي الاهلي خلال هذا الموسم. ولكن على مدار الموسم بالتاكيد في امور فنيه، الجهاز الفني بيشتغل، محتاج لعيبه تبقى فيها استمراريه. النادي الاهلي دايما من النوع اللي بيلعب على كل البطولات، فكره اللي احنا نفرح ببطوله او بمباراه واحده مش مدرسه الاهلي، فكان دايما النادي الاهلي بيحب يكون اللاعب اللي عنده استمراريه في هذا المستوى وهذا الاداء. لعيب كويس جدا، لعيب عنده امكانيات، ولكن ممكن كلاعب برازيلي ما تاقلمش مع النادي الاهلي خلال هذا الموسم. ولكن مباراه السوبر اللي اتلعبت في الامارات
بين الاهلي والزمالك كانت شهاده ميلاد لبرونو سافيو مع النادي الاهلي خلال هذا الموسم، ولكن ما كانش فيه نصيب انه يقدر يكمل او يستمر مع النادي الاهلي خلال هذا الموسم، وخد اكتر من فرصه وظهر حتى في البطوله الافريقيه في اول مباراه امام اتحاد المنستيري التونسي في ملعب مصطفى بن جنات في تونس بشكل كويس جدا، ولكن على مدار الموسم كولر بقى في اطار التغيير والتدوير يمكن كان بادئ مثلا بشادي حسين وبرونو سافيو وباكتر من لاعب، ختم الموسم بكهربا وبيرسيتاو وحسين الشحات. الموسم طويل ومحتاجين لعيبه تلعب الموسم بالكامل بشكل كويس جدا، بتلعب على كل البطولات، محتاج تكسب كل البطولات. فعموما قدرت النهارده اداره التعاقدات التسويق وشركه الكوره يعني تنجز هذا الملف بشكل كويس جدا عشان يكون في بديل ومهاجم اجنبي للاهلي خلال الفتره اللي جايه، في ظل طبعا انت بتشتغل وبتتحرك في اطار محدد جدا في مساله الصفقات المتعلقه باللاعبين الاجانب او حتى عدد الاجانب المقيدين في القائمه المحليه بالنسبه للموسم الجديد. فكره بقى ايه هي التفاصيل الماليه، انتقل ازاي، مش ازاي، في ارقام كتيره بتتقال على السوشيال ميديا، انا باكد لكم والله الارقام دي كلها غير صحيحه، طالما الاهلي ما اعلنش التفاصيل يبقى بالتالي الكل بيحاول يجتهد، ولكن الاهلي بالتاكيد خرج بشكل ايجابي جدا من هذا الموضوع عشان يقدر يعوض هذا المكان ويكون فيه لاعب اجنبي محور مهم جدا في خط الهجوم خلال الفتره اللي جايه. طب دي جزئيه في البدايه. الجزئيه الثانيه وهي متعلقة الأجندة خلال الفترة اللي جاية، الأهلي عنده بعد ما يخلص الدوري يوم 26/7 عنده استكمال مباريات كأس مصر، يوم 30/7 هيواجه الداخلية في دور ال 16، طيب دور الثمانية سيمي فاينال الفاينال إن شاء الله بإذن الله في حال تأهل الأهلي واستمراره في مشوار كأس مصر هيبدأ يشتغل إزاي. ده كان محور اهتمام واشتغلت عليه على مدار أكتر من حوالي 4-5 أيام لغاية النهاردة الصبح بعرف الدنيا هتمشي إزاي الفترة الجاية، لأني كمان عرفت وامبارح كنت بتكلم مع مسؤول بارز جدا 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 في اتحاد الكوره بقول له كاس مصر هيخلص امتى؟ فقال لي ما اقدرش احط مباريات كاس مصر واختم البطوله الا لما اعرف حاجتين، موقف الزمالك في البطوله العربيه خاصه بعد الزمالك امبارح ما كسب المقاولين وتاهل للدور نصف النهائي فبالتالي لسه مكمل في البطوله وهيلاعب بيراميدز، وفي نفس الوقت ما اعرفش موقفه ايه في البطوله العربيه، هل هيخرج من الدور الاول، هي هيكمل ممكن يوصل لنهائي البطوله يوم 12/8 فبالتالي مش هقدر العب الكاس الا لما الزمالك يرجع من البطوله العربيه. قلت له طب ده واحد، اثنين قال لي موقف الاهلي، الاهلي عنده مباراه في دور ال 16 في الكاس مع الداخليه يوم 30/7 كسب وتاهل، لسه عنده مباراه في دور الثمانيه كسب عنده سيمي فاينل كسب لسه عنده فاينل، احط مواعيد ازاي وانا مش عارف الاهلي هيلعب السوبر الافريقي طبقا للاجنده اللي حددها الكاف احد ايام 11 و12 و13 اغسطس ولا اعمل ايه؟ فكانت دي تفاصيل خلتني اروح للمسؤولين في الاتحاد الافريقي، ودايما لما بحب اكلم مسؤول في الكاف بروح للاعلى جهه اللجنه التنفيذيه، لان المكتب التنفيذي وده هو المطبخ اللي بيتاخد فيه القرارات. اللجنه التنفيذيه هتعمل ايه؟ موقف كاس السوبر الافريقي هيحصل فيه ايه؟ هل الكاس ممكن يتلعب في المملكه العربيه السعوديه ولا لا؟ هل البطوله طبقا لميعاد الاجنده ميعاد نهائي ورسمي ولا لا؟ اكتشفت ان لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها المكتب التنفيذي اساسا لم يعتمد هذا الموعد في اجنده الكاف ان يكون موعدا للسوبر الافريقي. والسوبر الافريقي المقبل هيكون ما بين الاهلي بطل دوري الابطال واتحاد العاصمه الجزائري. وبالتالي فكره ان اللجنه التنفيذيه عندها اجتماع الاسبوع المقبل في ساحل العاج على هامش الكونجرس الكاف يوم الخميس 13/7 ما خدتش لسه قرار. ولو هتاخد قرار هتاخد قرار بناء على معطيات كثيره اهمها أنا بقول لكم اللي اتقال لي من عضو بارز في اللجنة التنفيذية ومسؤولين بارزين كمان في اللجنة التنفيذية، لأن أنا دايماً بحب آخد المعلومة من مصدر واثنين وثلاثة عشان تبقى شايف الآراء كلها رايحة في الاتجاه إزاي، ما تكونش وجهة نظر مثلاً لمصدر، لا يبقى ده الاتجاه العام أو دي القرارات أو ده الاستراتيجية اللي المؤسسة بتشتغل بيها. فلقيت نفس الكلام مع أكتر من مصدر والكل بيتكلم في إطار كمان تاني مهم جداً بخلاف إن اللجنة التنفيذية أصلاً لسه ما اعتمدتش الميعاد. الحاجة التانية ان الاتحادات لغايه اللحظه دي في اتحادات في القاره الافريقيه لسه ما بعتتش اسماء الانديه اللي هتشارك في المسابقات الافريقيه، وبالتالي الاتحاد الافريقي لسه ما حددش ميعاد قرعه الادوار التمهيديه، وبالتالي لسه مواعيد المسابقات الافريقيه للموسم المقبل لسه ما تمش تحديدها بشكل رسمي. فطبقا للمواعيد الموجوده في الاجنده اقامه التمهيدي في 8 والتمهيدي الثاني في 9 ودوري المجموعات في 12، كل المواعيد دي كلها مواعيد مبدئيه لم تصبح رسميه. كمان حاجه ثالثه بقى واهم، انت عشان تلعب السوبر الافريقي المقبل ما بين الاهلي واتحاد العاصمه اكيد هتلعب بقائمه الموسم الجديد، القائمه الافريقيه للموسم الجديد،
هل الاتحاد الافريقي حدد مواعيد القيد بالنسبه للانديه عشان تأيد لاعبتها في الموسم الجديد؟ لسه. هل اتحدد قوائم الفرق الافريقيه للموسم الجديد؟ لسه. هي كانت دايما 40 لاعب، هل تفضل 40 ولا ترجع ل 30؟ لسه ما اتخذش قرار. كل الامور دي هيتم بلورتها في اجتماع اللجنه التنفيذيه نهايه الاسبوع المقبل، ولكن عشان تبلور كل التفاصيل دي وتحدد مواعيد كل التفاصيل دي وتأكد على ميعاد السوبر الافريقي، صعب جدا في مده زمنيه قصيره انك تقدر تلعب السوبر الافريقي وانت لسه ما حددتش مواعيد القيد، لسه ما انتهتش من مسائل ارسال اسماء الانديه عشان تبدا تحدد ميعاد القرعه. وبالتالي تاكدت رسميا ان لقاء السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه لن يقام في اوائل اغسطس، وهناك اتجاه للتاجيل في الفتره اللي جايه. طيب ما هو قادم؟ اللجنه التنفيذيه لما تناقش هيكون قدامها خيارين، لا خيار ثالث، هم معيارين. المعيار الاول ان البطوله تقام في مصر لان الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا، واللائحه بتقول ان بطل دوري الابطال السوبر بيقام على ارضه. والخيار الثاني، وده لسه لم يتم اعتماده رسميا، الاتحاد الافريقي كان ابرم اتفاقيه مع الاتحاد السعودي في الفتره الماضيه، والاتفاقيه ضمن بنودها اقامه السوبر الافريقي في المملكه العربيه السعوديه، ولكن الاتفاقيه حتى الان لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم الاتفاق عليها واعتمادها في المكتب التنفيذي. في حال اعتمادها ودخول الاتفاقيه حيز التنفيذ هيتم عرض الامر على الاتحاد السعودي. في حال اذا رغب الاتحاد السعودي في استضافه هذه النسخه هيتم الاتفاق على موعد يناسب الاتحاد السعودي. طيب في حال اذا لم تدخل الاتفاقيه حيز التنفيذ ولم تعتمد في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل، يبقى المباراة بنسبة كبيرة هتقام في مصر ولكن في موعد يحدد فيما بعد. ده الأمر المتعلق بكأس السوبر الإفريقي ما بين الأهلي واتحاد العاصمة. شرحت كل تفاصيله وكواليسه من A to Z. طيب دور السوبر الإفريقي والكلام كان عليه كتير قوي الفترة اللي فاتت، والبعض اجتهد وقال المغرب طلبت تنظيم النسخة الأولى من دور السوبر الإفريقي. دي البطولة الثانية اللي الأهلي هيلعبها السنة الجاية في المسابقات الإفريقية بعد كأس السوبر الإفريقي. ما انت عندك السنة الجاية كأس السوبر الإفريقي، السوبر ليج أو دوري السوبر الإفريقي، عندك دوري أبطال إفريقيا اللي المفروض الأهلي هيبدأ فيه من دور المجموعات في شهر ديسمبر، وعندك كأس العالم للأندية. دي المباريات الدولية والقارية اللي هيلعبها الأهلي السنة الجاية. كأس السوبر خلاص حسمناه وقلنا موقف البطولة من حيث المعلومات اللي توفرت لدينا من مسؤولي الكاف. طب دوري السوبر، الناس في الشركة الإيطالية لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم دلوقتي في اطار تفاوضها مع الرعاه بتتكلم على ان البطوله بنظام البلاي اوف، النوك اوت، نظام خروج المغلوب، مفيش فكره اساسا ان البطوله تتلعب بنظام الدوره المجمعه. دي واحد. اتنين، الاتحاد المغربي اصلا لم يطلب استضافه النسخه الاولى من دور السوبر الافريقي. ثلاثة، الرعاه اللي بيتم الاتفاق معاهم على تنظيم او رعايه هذه المسابقه والراعي الرئيسي للمسابقه هيتم تسميه البطوله باسمه، الكلام معاه دلوقتي على ان البطوله بنظام النوك اوت، ذهاب واياب، خروج المغلوب. ففكره البطوله المجمعه لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها النهارده مش مطروحه من الاساس. الحاجه الاخيره، لما كلمت الناس في الشركه الايطاليه والاتحاد الافريقي قالوا لي اساسا في اخر اجتماع وورشه عمل تم مع الثمان انديه اللي هيشاركوا في البطوله تم اختارهم رسميا ان البطوله بنظام الخروج المغلوب. فعشان نعدل نظام البطوله اساسا لازم نرجع للانديه، لازم نبلغ الانديه، لازم ناخد رأي الأندية. ما الأندية اللي هتلعب في البطولة ده شريك أساسي في البطولة، فلازم يتاخد رأيها، رأيها كيف البطولة المجمعة. مش فكرة إن الاتحاد يطلب التنظيم فالشركة الإيطالية والكاف والفيفا يوافقوا، في أندية معنية اتشرحت لهم نظام البطولة في أكتر من ورشة عمل، وآخر ورشة عمل أكدوا لهم إن البطولة بنظام الخروج المغلوب، ذهاب وإياب. طب البطولة هتبقى نظامها إزاي؟ أربع فرق تصنيف أول، أربع فرق تصنيف تاني. مين في الوعاء إيه؟ أهلي، ترجي، وداد، صن داونز. مين في الوعاء بي؟ سيمبا، انيمبا، بترو اتلتيكو الانجولي، مازيمبي الكونغولي. هتاخد كوره من الوعاء ايه؟ وليكن الاهلي، وهتاخد كوره من الوعاء بي. يطلع سيمبا، انيمبا، بترو اتلتيكو، مازيمبي الكونغولي على حسب القرعه، وتلعب مباراه. المباراه الاولى خارج مصر لان الاهلي تصنيف اول فيلعب اول لقاء ليه خارج مصر. وهتبقى غالبا في الفتره من 20 ل 22 اكتوبر، ولقاء العوده بعدها ب 72 ساعه في القاهره. هنفضل ماشيين على القياس ده، خروج المغلوب توصل سيمي فاينل، وليكن مثلا هيوصل سيمي فاينل اهلي صن داونز وده الترجي، نفس السيمي فاينل اللي كان موجود في دوري الابطال، وتلعب بهذا النظام خلال الفتره اللي جايه برضو بنظام النوك اوت، خروج المغلوب، ذهاب وعوده، في الفتره مثلا من 30 اكتوبر ل 4 نوفمبر.
بعد ذلك تروح للمباراه النهائيه. قدامكم على الشاشه حتى هو تصنيف الثمان فرق، مين التصنيف اول ومين التصنيف الثاني، لغايه ما توصل للمباراه النهائيه. والكلام على المباراه النهائيه كمان لغايه دلوقتي ذهاب وعوده، يعني البطوله هتتلعب في الفتره من 20 اكتوبر ل 13 نوفمبر. ده اخر الكلام المتعلق بالسوبر ليج. حاليا في استاد القاهره، حاليا في استاد القاهره بيتم اعاده صيانه وتطوير مقصوره الصحافه والاعلام. حاليا في استاد القاهره تم تغيير كل المقاعد والامور الخاصه بمقصوره الصحافه والاعلام عشان تبدا يعني انشائها بشكل هندسي مختلف عن الفتره اللي فاتت، طبقا للاشتراطات اللي كانت طلبتها الشركه الايطاليه من مسؤول استاد القاهره لما زاروا الاستاد قبل حوالي 6 شهور. يبقى بالتالي الملاعب اللي طلب منها تعمل اشتراطات وتغييرات معينه عشان تستضيف مسابقة السوبر ليج بدأت تشتغل. مركب محمد الخامس هيتقفل بعد منتصف 7 عشان أرضية الملعب محتاجة تتغير، مقصورة الإعلام محتاجة تتغير، مداخل استاد مركب محمد الخامس محتاج يتغير. ادي 2. ملعب سيمبا التنزاني هيتقفل لمدة 2 شهر عشان في تطورات كتيرة جدا. يمكن في احدى الحلقات هعرض لكم المعايير اللي عايزها الشركة الإيطالية من ملعب سيمبا، حوالي 10 ورقات ومتطلبات كتيره جدا هتتغير في ملعب سيمبا. نفس الامر في ملعب مازيمبي، نفس الامر في بيترو اتلتيكو الانجولي. فخلاص الناس اشتغلت على الملاعب اللي هتستضيف البطوله. وكمان وده حاجه اخيره تخص دور السوبر، كان المفروض القرعه هتتعمل خلال 7 ولكن عدم الاتفاق مع الراعي الرئيسي للبطوله اجل اجراء مراسم القرعه لشهر 9. مراسم قرعة دوري السوبر الافريقي اتأجلت لشهر 9، وبالتالي ده هيكون قبل شهر من ميعاد انطلاق البطولة. كل بقى الأخبار اللي بتتكتب في كل حتة، بطولة مجمعة، المغرب هتطلب التنظيم، مصر فين لازم تطلب التنظيم، حق الأهلي، منافسة الوداد، الترجي داخل. أنا بقول لكم الكلام ده لغاية دلوقتي مش مطروح من الأساس، وعشان تتخذ بيه قرارات لازم يتم رأي الأندية أو أخذ رأي الأندية في هذا الأمر عشان الأندية توافق. طيب الأندية اللي هتشارك في البطولة هتصرف حاجة؟ مش هتصرف ولا دولار. معقولة؟ ولا دولار. ليه؟ الشركة الإيطالية من خلال الراعي الرئيس اللي هيبقى موجود في البطولة والمفروض جاري الاتفاق معاه خلال الفترة الحالية قبل شهر 9، هو من سيتحمل كافة تكاليف كل سفريات الفرق المنافسة في هذه البطولة، ولكن هيتم تحديد عدد معين لكل فريق هيسافر في البطولة. زي نظام مثلا لما بتلعب بطولة مجمعة في كأس العالم أو في كأس الأمم، الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي، وليكن حتى كاس العالم للانديه، انت رايح تلعب كاس عالم الانديه، الاتحاد الدولي بيتحمل مثلا تكاليف ما يقرب من حوالي 35-40 فرد من البعثه الرسميه. هو ده اللي هيحصل في كل رحله انت هتسافرها، الشركه والمسؤولين هيتحملوا تكاليف سفر البعثه بعدد محدد، يبقى 30-35-40. ده هيتم في ورش العمل اللي جايه. طب القوائم اللي هتلعب بيها البطوله، هل متاح ليك تلعب بالقائمه الافريقيه اللي هتايدها في البطوله الافريقيه عشان تلعب بيها في السوبر ليج؟ لسه ما تمش تأكيد هذه الجزئية، يعني ممكن البطولة دي كلها قائمة مختلفة عن قائمة البطولة الإفريقية، وارد. ممكن يقول لك قائمة البطولة الإفريقية 40 لاعب، اختار منهم 26 بس هم اللي هتلعب بهم السوبر ليج، وارد. ممكن يقول لك مش 26 خليهم 23، كل ده وارد، ولكن كل ده هيتم الاتفاق عليه خلال الفترة الجاية في مسألة قوائم الأندية اللي هتشارك في السوبر ليج. كده احنا اتكلمنا عن السوبر الإفريقي الأهلي واتحاد العاصمة، واتكلمنا على دوري السوبر الافريقي. لا يتبقى سوى الحديث عن مباراه الاهلي والاسماعيلي. نخرج على فاصل، وبعد الفاصل نرجع نبدا نتكلم على مباراه الاهلي والاسماعيلي. توفيق جاهز؟ طيب نروح لزميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي عشان نتكلم معاه على مباراه الاهلي والاسماعيلي، ونشوف الاهلي بيستعد ازاي لهذه المواجهه. والنهارده اكيد في معسكر مغلق، والفريق سافر الى الاسكندريه منذ الامس عشان نعرف الفريق بيستعد ازاي لمواجهه الاسماعيلي في برج العرب. والفريق على فكره مكمل في المعسكر لغايه السبت الجاي، لان في مباراه مهمه يوم السبت باذن الله مع الاتحاد السكندري على استاد برج العرب. محمد مساء الفل عليك. مساء الخير زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك، وطمني بقى على فرقه الاهلي والاستعدادات لمواجهه الاسماعيلي والاجواء كمان في برج العرب. يعني خلينا اكلمك على الاجواء في البدايه محمد، يمكن اجواء اكثر من رائعه، درجه الحراره الحمد لله اقل كتير جدا من القاهره، الرطوبه كمان اقل الحمد لله هنا في منطقه برج العرب.
ده يمكن يبشر ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه في درجه حراره تكون اكثر من ممتازه. يمكن الفريق محمد بعد اختتام يعني استعداده بالامس على استاد مختار التتش بالجزيره، الفريق يمكن وصل هنا لفندق الاقامه او مقر اقامته هنا في مدينه برج العرب في تمام الساعه مساء، كان على طول اللاعبين تناول وجبه العشاء يعني في تمام الساعه العاشره، ومن بعدها خلد الجميع للراحه. يمكن اليوم كمان النهارده بدا في تمام 11 صباحا كانت وجبه الافطار، بعد كده فتره الاكتيفيشن او التدريب الخفيف اللي بقى فندق الاقامه. يمكن كمان فندق الاقامه محمد مميز جدا هنا ان في ملعب تدريب يمكن مستواه عالي جدا، الفريق نادي الاهلي معتاد في يعني الاقامه في هذا الفندق والتدريب على نفس الملعب في كل معسكراته في الفتره الاخيره. ادى التدريب الخفيف زي ما قلت لك يمكن في تمام الساعه 12:30 الظهر، يمكن كان وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 4:30. اللاعبين طبعا حالا في هذه الاثناء بيجهزوا طبعا للمحاضره الفنيه ووضع اخر الخطوط العريضه لخطه المباراه النهارده. يمكن زي ما انت قلت يا محمد الفريق مكمل في معسكره لما بعد مباراه الاسماعيلي وصولا ان شاء الله لمباراه الاتحاد السكندري. يمكن كمان الجهاز الفني اصطحب 24 لاعب مش زي كل مباراه 21 لاعب، خاصه ان ده معسكر لمباراتين مش مباراه واحده، تحسبا طبعا لغياب اي لاعب او اي ظروف عارضه. ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا كلنا واللاعبين كلهم يكونوا في اتم حال سواء بدنيا او فنيا، يكونوا كلهم جاهزين للمباراتين سواء مباراه اليوم امام الاسماعيلي او كمان مباراه الاتحاد السكندري باذن الله. كان محمد الاستعداد على قدم وساق هنا انت عارف مباراه الاسماعيلي بغض النظر عن ترتيب الفريقين، النادي الاهلي طبعا في الصداره والنادي الاسماعيلي يمكن في مركز متاخر في المركز ال 13، ولكن مباراه غايه في الاهميه. النادي الاهلي عايز خطوه جديده يحسم بها بطوله الدوري ويقرب خطوه كمان من البطوله. على الجانب الاخر طبعا النادي الاسماعيلي عايز يعني زي ما بنقول يهرب من شبح الهبوط، خاصه انه فاضل له 3 مباريات، مباراه النادي الاهلي ومن بعدها الداخليه ثم الختام هيكون مع الاتحاد السكندري، فطبعا موقفه يعني صعب جدا. طبعا احنا من جانبنا النادي الاهلي انت بتلعب على هدف واحد وهو الفوز، الاقتراب خطوه جديده من البطوله، سواء زي ما اتكلمنا قبل كده محمد مباراه الاسماعيلي النهارده ومباراه الاتحاد يوم السبت هم خطوتين في غايه الاهميه لحسم البطوله باذن الله في المباراه اللي هتليهم باذن الله يوم الخميس بعد المقبل امام الزمالك باذن الله، وباذن الله تبقى فرحه كبيره لكل جماهير النادي الاهلي، وباذن الله كمان تكون البطوله 43 للدوري العام. كمان يمكن ده على الجانب الفني محمد، الجانب الاداري يمكن مجهود اكثر من رائع من اداره النادي الاهلي وتوفير حافلات مجانية لجماهير النادي الاهلي المتجهة لاستاد برج العرب لمشاهده المباراه مساء اليوم. يمكن الحفلات ما كانت موجوده في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد او بالثالث من اكتوبر طبعا موجوده بالمجان لكل جماهير النادي الاهلي، شرط طبعا يكون حيازتك تذكره المباراه الفان اي دي، وباذن الله جمهور النادي الاهلي كعادتنا بيه ده يا محمد يكون اللاعب رقم واحد النهارده في المباراه، وباذن الله 3 نقاط يكونوا من نصيبنا باذن الله رب العالمين. انت قلت يا توفيق 24 لاعب موجودين في المعسكر عشان المباراتين باذن الله، يعني بالتالي اعتقد اي لعيب بره ال 24 مش هيكون موجود كمان في ماتش الاتحاد السكندري غالبا يعني. طبعا يا محمد يمكن زي ما انا قلت لك هو الجهاز الفني يفضل انه ياخد 24 لاعب، انت بتتكلم في مباراه الاسماعيلي النهارده بعدها على طول 48 ساعه مباراه الاتحاد، يمكن في كمان من ضمن ال 24 4 حراس مرمى، فالجهاز الفني كان حريص انه يكون كل اللاعبين موجودين. يمكن حتى واحنا موجودين في الجزيره الصبح محمد قبل اتجاهنا هنا الاسكندريه كان طبعا اللاعبين المصابين بيأدوا برنامجهم الاستشفاء والعلاج، كان عمرو السوليه كان بيجري حول الملعب، محمود متولي كمان كان بيواصل برنامجه التأهيلي والعلاجي، فكل المنظومه محمد شغاله على قدم وساق سواء اللعيبه اللي بتتأهل اللعيبه الغايبه كمان بتأدي تدريباتها واللعيبه الموجوده في المعسكر طبعا استعداد على قدم وساق زي ما قلت لك سواء مباراه النهارده او كمان مباراة الاتحاد ان شاء الله في الجوله المقبله باذن الله رب العالمين. هل في اسماء بارزه خارج ال 24 ولا كل التشكيله الاساسيه او اللعيبه اللي كانت بتشارك بشكل اساسي الفتره الاخيره موجودين في معسكر برج العرب؟ طبعا بدون الدخول في التفاصيل يا محمد زي ما دايما متعودين كل اللاعبين اللي كانوا بيشاركوا بصفه اساسيه الفتره اللي فاتت موجودين الحمد لله في القائمه، ما فيش غيابات طبعا باستثناء عمرو السوليه ومحمود متولي باستثناء الغيابين دول والاصابه، طبعا زي ما انت عارف كل اللاعبين اللي اعتدنا في وجودهم في الماتشات في الفتره الاخيره كل العناصر الاساسيه اللي انت عارفها وكل جمهورنا ده عارفها الحمد لله موجودين في المعسكر، وباذن الله يكونوا موفقين. 6 نقاط في غايه الاهميه محمد لسرعه حسم البطوله باذن الله قبل عدد كبير جدا من الاسابيع، تدي الجهاز الفني باذن الله فرصه لاراحه عدد من اللاعبين، خاصه انك مقبل زي ما انت كنت بتتكلم على بطولات مهمه كبيره جدا سواء السوبر الافريقي او كمان دوري السوبر الافريقي باذن الله رب العالمين. اعتقد انتوا في الفندق اللي هو جنب الاستاد يعني المسافه 5 دقائق كده، التحرك ممكن يكون مثلا على الساعه 7:15 يعني 10 دقائق تبقى في ملعب برج العرب. بالظبط يا محمد، طبعا انت كنت واحد من الناس اللي لها خبره كبيره جدا ويعني كانت في معسكرات كبيره جدا للنادي الاهلي، يمكن زي ما انت بتقول اقل من 10 دقائق كمان هو في نفس الشارع على طول،
طبعا اختيار اكثر من رائع، سواء طبعا علشان الانتقال وكمان راحه اللاعبين، كمان زي ما قلت لك في موجود ملعب اكثر من رائع علشان التدريبات اليوميه. انت بتتكلم انك انت اتدربت النهارده تدريب خفيف كده، يعني زي ما نقول فك عضلات، لكن عندك بكره هيبقى في تدريب وبعد بكره كمان في تدريب، فاعتقد اختيار مناسب جدا. وبالظبط يا محمد زي ما انت قلت 10 دقائق بالظبط ما بين مقر الاقامه وملعب المباراه. ان شاء الله باذن الله رب العالمين، دعوات كل جماهير النادي الاهلي معانا 8:30 مساء، يكون باذن الله كل فريق النادي الاهلي في اتم حاله وجاهزيه تامه، وباذن الله نحتفل بفوز واضافه 3 نقاط جديده وخطوه جديده باذن الله نحو اللقب ال 43 باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من فندق اقامه فريق النادي الاهلي في برج العرب قبل لحظات قليله والتحرك الى استاد برج العرب لخوض مواجهه قويه جدا مع الاسماعيلي، مباراه جماهيريه. النهارده هيكون في حضور جماهيري كبير لجماهير النادي الاهلي. النهارده شفنا الصبح كان في حفلات واكثر من رحله او اكثر من اتوبيس موجود امام فرع النادي في الشيخ زايد عشان تسافر جماهير الاهلي وتساند الفريق في برج العرب. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي باذن الله. قبل ما اطلع لفاصل وكنت بتكلم معاكم على موضوع اجتماع اللجنه التنفيذيه، وانا معاكم على الهواء جالي الخبر اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي هتجتمع يوم الجمعه في الرباط قبل 24 ساعه من موعد نهائي امم افريقيا بين مصر والمغرب. الاجتماع ده هيناقشوا فيه اجنده الموسم الحالي، كأس أمم إفريقيا 2025 هتتنظم فين؟ كأس أمم إفريقيا 2027 ظروفها إيه والتنظيم بتاعها فين؟ والدول اللي اتقدمت بشكل رسمي ونهائي. وكمان هيناقشوا حاجة مهمة جدا ليها علاقة بكونجرس الكاف الخميس الجاي في الكوت ديفوار، وهو تعديلات لائحة النظام الأساسي على الاتحاد الإفريقي. لائحة الكاف هيحصل فيها تعديلات، فكل ده هيتناقش في اجتماع اللجنة التنفيذية. قبل الحلقة ما كناش عارفين الميعاد، وأنا شغال معاكم جالي الميعاد رسمي يوم الجمعة في الرباط الساعة 11 الصبح بإذن الله هيكون اجتماع اللجنة التنفيذية عشان حاجات كتيرة جدا هنبدأ نعرفها بالنسبة للفترة اللي جاية. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند، والبداية بترند الأهلي. نبدأ مع بعض ترند الأهلي وحساب كورة بلس بيتكلموا على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الإسماعيلي اليوم. ابرزهم بيرسي تاو وحسين الشحات، تشكيل الاهلي المتوقع قبل مواجهه الاسماعيلي اليوم في الدوري. في حراسه المرمى الشناوي محمد هاني، ياسر ابراهيم، عبد المنعم، علي معلول، مروان عطيه، اليو ديانج، افشه، بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود كهربا. طيب دي البدايه المتعلقه بالتشكيل المتوقع. حساب يلا كوره بيتكلموا على الناحيه الرقميه. للاقتراب من حسم الدرع او الابتعاد عن الهبوط، الاهلي والاسماعيلي في مواجهه كلاسيكيه بالدوري. الاهلي في الصداره ب 69 نقطه، الاسماعيلي في المركز ال 13 برصيد 34 نقطه. الاهلي عايز الثلاث نقاط، الاسماعيلي على الاقل محتاج نقطه لان لسه عنده مباراتين تانيين، لو كسب مباراه منهم يبقى قاعد رسميا خلاص في الدوري العام. طيب نروح لحساب الوطن سبورت، مصدر بالاهلي يكشف حقيقه عروض محمد الشناوي. في عروض كثيره جدا بتتقال بخصوص محمد الشناوي، مصدر في النادي الاهلي حسم الامر وقال في تصريحات للوطن سبورت ان الحارس لم تصلوا اي عروض رسميه وان المفاوضات ما زالت شفهيه، وان لو في عرض رسمي هيجي للنادي الاهلي هيتم دراسته واعلانه بشكل رسمي، والناس هتبدا تشوف ايه الافضل لمصلحه النادي ولمصلحه الشناوي، ولكن حتى هذه اللحظه ما فيش اي عروض رسميه. طب نكمل مع بعض ونشوف كوره بلس، هل اقترب الشناوي من الانضمام الى النصر السعودي؟ تاكيدا للكلام اللي فات قالوا من خلال كورة بلس ان الشناوي بيرحب بعرض النصر، وطلب من الحارس لإدارة العالمي ان هم يعني يبعتوا عرض رسمي للنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية. في موقع في السعودية اسمه موقع سبورت 24 وفقا لمصادرهم يعني ان نادي النصر جدد رغبته في التعاقد مع الشناوي ولكن ليس بشكل رسمي، جددوا اتصالات مع الشناوي لبحث امكانية انتقاله، والشناوي ابدى ترحيبه ولكن الفترة الجاية هيبقى في عرض رسمي هيجي للنادي الاهلي. أنا قلت لكم الخبرين، كورة بلس اتكلموا على فكرة العرض ايه ظروفه، والوطن سبورت مصدر في الأهلي قال الوضع بشكل رسمي ايه، الأهلي بيقول مفيش حاجة رسمية جاتلي. كورة بلس من خلال سبورت 24 السعودية، الشناوي تلقى اتصالات وأبدى ترحيب، ولكن في نفس الوقت المفروض لو النصر عايز يضم اللاعب أو الحارس هيبقى في تفاوض مع النادي الأهلي. عموما هنشوف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل في هذا الملف، لأن كلام كتير قوي سنويا بيتقال على فكرة العروض اللي ممكن بيتلقاها محمد الشناوي. حساب يلا كوره اتكلموا على برونو سافيو، خاصه بعد اعلان انتقاله رسميا اليوم وعودته الى ناديه البوليفي. قالوا انه اكمل مباراه واحده. ماذا قدم برونو سافيو في رحله ال 298 يوم مع الاهلي؟ 18 مباراه بمختلف المسابقات، سجل هدفين امام المحله والزمالك وصنع 3 اهداف، ولكن هدفه في الزمالك
كان بمثابه البطوله. وهذه المباراه كلنا فاكرين طبعا كانت فيها يعني تفاصيل وكواليس كتيره جدا، وقلنا شهاده ميلاد لبرونو سافي، ولكن احنا عارفين الكوره دايما فيها متغيرات كتير. حساب بطولات وطبقا لمصادر بطولات بيقولوا ان الاهلي ارسل عرضا رسميا لفيوتشر للتعاقد مع محمد رضا بوبو. برضو يعني رسميا حتى هذه اللحظه طالما النادي الاهلي ما اعلنش وما اتكلمش على خريطه الانتقالات الفتره الجايه فلا تعليق على هذه الاخبار، لكن الكلام كتير جدا على الميركاتو منذ فتره، واكيد الفتره الجايه هيزيد اكتر مع قرب نهايه الموسم. اليوم السابع عملوا بطوله الملايين، جوائز كاس العالم للانديه 2023 بمشاركه الاهلي. كلنا عارفين ان كاس العالم للانديه الفتره الجايه ان شاء الله هيتلعب في الفتره من 12 ل 22 ديسمبر في جده، وتم تحديد ملاعب البطوله في مدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه. جوائز البطوله زي ما هي ما اتغيرتش. البطل هياخد 5 مليون دولار، الوصيف 4 مليون دولار، المركز الثالث 2.5 مليون دولار، المركز الرابع 2 مليون دولار، المركز الخامس 1.5 مليون، السادس مليون، والسابع 500,000 دولار. انا امبارح اتكلمت وقلت الاهلي بينتظروا في النصف الثاني من عام 2023 11 مليون دولار. 5 مليون دولار بطوله كاس العالم للانديه الفائز بالبطوله يعني، و6 مليون دولار الفائز بالسوبر ليج دوري السوبر الافريقي. ارقام مهمه، ارقام كبيره، والميزه في البطولتين انك مش هتصرف فيهم كتير. يعني كنت بتكلم من شويه وقلت دوري السوبر انت في كل رحلاتك في مباريات النوك اوت في البطوله لو سافرت بالعدد اللي هتحدده الشركه الايطاليه المنظمه للبطوله مش هتتحمل حاجه. حددوا 30 35 40 فرد على حسب العدد اللي هيحددوه رسميا، انت مش متحمل اي شيء لا في تذاكر طيران ولا في الانتقالات والاقامه. نفس الامر في كاس العالم للانديه، انت تيجي تسافر وتروح السعوديه الفيفا مثلا بيحدد لك ان البعثه اللي هتيجي عددها بيبقى 30. الانتقالات والاقامه والاعاشه وكل حاجه بتبقى على حساب الفيفا في الفتره دي، لكن لو رحت بعدد اكتر بتتحمل انت بقى الاعداد الزياده. فالارقام كبيره، الارقام مهمه. النصف الاول من عام 2023 الاهلي خد كام؟ كسب 6 مليون دولار. 6 مليون دولار، 2 مليون دولار قيمه جائزه البطوله كاس العالم للانديه، و4 مليون دولار جائزه دوري ابطال افريقيا. ده غير كمان السوبر الافريقي ما بين الاهلي واتحاد العاصمه، اعتقد الجائزه ممكن توصل ل 300 او 400 الف دولار الفتره اللي جايه. فكلها ارقام مهمه جدا هتفيد الاهلي كمان في الفتره اللي جايه. طيب الترند المحلي والكلام هيكون على منتخبنا الاولمبي اللي عمل انجاز كبير جدا وانجاز عظيم بالتاهل الى اولمبياد باريس، دوره الالعاب الاولمبيه في باريس صيف عام 2024. امبارح ميكالي كان ليه تصريحات مهمه عقب الفوز، وقدامنا طبعا حارس مصر وحارس النادي الاهلي حمزه علاء افضل حارس في البطوله الافريقيه، وكانوا قابلوا بتصريحات بعد نهايه المباراه. ميكالي قال التاهل للالعاب الاولمبيه خطوه على طريق الفرحه الكبيره ومبروك للمصريين. ميكالي قال في المؤتمر الصحفي بحضور حمزه علاء حارس المرمى، قال انا سعيد جدا، الجمهور المصري اكيد سعيد جدا، ده كان الهدف الاساسي للمنتخب. المنتخب تأخر يوم في التجهيز لأنه لعب بعد غينيا في الجولة الختامية، ده أثر على اللعيبة سلبيا، عمل إجهاد، الجو حر، لازم كنا نلعب مباراة متوازنة عشان نحافظ على نظافة الشباك. التأهل للأولمبياد ده خطوة مهمة نحو الحلم الكبير في باريس، إحراز ميدالية أولمبية خطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ بالفترة اللي جاية كمان باللقب الإفريقي. اتكلم على الفرص اللي سنحت للفريق كانت كتيرة جدا وفي إهدار فرص، وقال ده ممكن نتيجة القلق من عدم المكسب وكمان الخبرات القليلة وعدم وجود مباريات كتيرة للمنتخب الأولمبي في الفترة اللي فاتت. اتكلم كمان حمزة علاء، أو هو كمان ميكالي هنأ حمزة علاء على العمل الجيد اللي أداه في البطولة، وهنأ كمان خط الدفاع وكل اللعيبة. حمزة علاء بقى رجل المباراة، امبارح خد مان أوف ذا ماتش، وحمزة علاء دلوقتي أفضل حارس في البطولة، يعني خد جايزة أفضل حارس في البطولة في الدور الأول ثلاث مباريات دون تلقي أي أهداف، ثلاثة كلين شيت في الثلاث لقاءات. قدام مين يا جماعة عشان بس الناس إيه ما تقولش الإنجاز ده نتيجة إن ما فيش منتخبات كبيرة وصلت في البطولة. إحنا بنلعب مع النيجر اللي أقصت كوت ديفوار، بنلعب مع الجابون اللي طلعت الكاميرون، بنلعب مع مالي اللي طلعت السنغال. يعني تخيل أنت معاك ثلاث فرق في المجموعة، النيجر، الجابون، مالي. على المستوى الإفريقي دول تصنيف ثاني أو ثالث، ولكن لما تبص على التأهل والمباريات والمشوار للمنتخبات دي كانت على حساب مين؟ هتلاقي على حساب منتخبات كبيرة وعريقة، الكاميرون، السنغال، الكوت ديفوار. فبالتالي كانت مجموعة صعبة جدا، قدر منتخبنا يحافظ على نظافة الشباك، يطلع
ب7 نقاط ويواجه غينيا. غينيا كسبت مين وطلعت مين من دور المجموعات؟ كسبت غانا. غانا اللي ليها رصيد كبير جدا في المسابقات الناشئين والشباب خرجت من الدور الاول، غينيا اللي تاهلت على حسابها، وبالتالي مواجهه غينيا كانت مواجهه صعبه جدا، ولكن قدر منتخبنا يكسب الاربع مباريات او حتى الان ويتاهل للمباراه النهائيه ويقطع تذكره التاهل الى الالعاب الاولمبيه في باريس. طيب حساب في الجول بيقولوا من اصل 16 فريق منتخب مصر هو سابع منتخب يحسن تاهله الى اولمبياد باريس. لاول مره منذ نسختي 64 و60 منتخب مصر بيتاهل للالعاب الاولمبيه مرتين على التوالي. حصلت 60 64، والمره دي المره الثانيه 2020 و2024 طوكيو وباريس. كتيبه روجيرو ميكالي لم تستقبل اي اهداف في الثمان مباريات الرسميه. لو عايز اوجه الاشاده والشكر على هذا الاداء والمستوى الرائع للمنتخبات في الفتره الاخيره لاثنين، اتوجه لهم سهام النقد بنسبه كبيره، فحان الوقت اللي احنا نشكرهم على الفتره الاخيره والشغل اللي عملوه. حازم امام مع المنتخب الاول، والاستقرار اللي موجود في المنتخب الاول مع روي فيتوريا، تاهلوا لكاس الامم الافريقيه في استقرار مع البرتغالي روي فيتوريا اللي عامل خطه كويسه جدا للفتره الجايه، وكابتن محمد بركات المسؤول عن المنتخب الاولمبي والاستقرار والتحضير والتجهيز والتعاقد مع هذا الجهاز الفني في الفتره الاخيره. مبروك لحازم، مبروك لبركات، اشتغلوا بشكل كويس جدا، اثنين لهم علاقه بالكوره وفنيين على اعلى مستوى، والحمد لله المنتخبات لغايه دلوقتي الاول والاولمبي ناجحين بنسبه كبيره. طيب حساب دوري ابطال افريقيا بيلقي الضوء على مان اوف ذا ماتش، حمزه علاء حارس الاهلي وحارس منتخبنا الاولمبي. الناس في الاتحاد الافريقي بتبارك له وبتهنيه على جائزه افضل لاعب في مباراه غينيا، تصدى لاكثر من 5 اهداف مؤكده من تسديدات صاروخيه من خارج منطقه الجزاء في مواجهه غينيا. مواجهه كانت صعبه جدا، وحمزه علاء كان له دور كبير جدا في تاهل مصر وقطع تذكره التاهل الى الالعاب الاولمبيه في باريس. سبورت 360 المصريه تتكلم بقى على الارقام القياسيه لحمزه علاء. 5 تصديات، 6 تمريرات طوليه دقيقه، 2 ارتقاء عالي، 1 تشتيت للكره، شباك نظيفه، رجل المباراه، صمام امان للمنتخب الاولمبي. فاكرين لما قلت قبل كده حراسه مرمى الاهلي بخير والاهلي عنده اسود في حراسه المرمى؟ كنت اعني كل الحراس، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، وفي حارس خامس جاي في الطريق مصطفى مخلوف. الاهلي مش محتاج حارس مرمى، الاهلي عنده افضل حراس في مصر وافريقيا، والدليل نهائي افريقيا لما غاب الشناوي وعلي لطفي بالترتيب يعني كالحارس الثالث كان مصطفى شوبير، عمل مباراه على اعلى مستوى، ما غلطش غلطه واحده، وكان ليه دور كبير جدا النتيجه تخرج بالنتيجه اللي ظهرت بيها لقاء الذهاب، ودور كبير جدا ان الاهلي يفوز بالبطوله الافريقيه. مركز حراسه المرمى الاهلي بخير، وما تصدقوش اي كلام بيتقال ان الاهلي بيفكر وبيدور على حراس والاهلي عنده ازمه في هذا المركز. حساب يلا كوره عاجل، تحول من كره اليد الى اكاديميه برشلونه ثم الاهلي. حكايه حمزه علاء بطل التاهل الى الاولمبياد. حمزه علاء كانت قصته والحكايه. حمزه من مواليد مارس 2001، يعني عنده دلوقتي بنتكلم فيه 22 سنه و3 شهور. اولا هو احد ابناء الاهلي، خد اختبارات الاهلي واختاره طارق سليمان مدرب حراس المرمى. بدا حمزه مسيرته كان حارس كره يد في نادي هليوبلس، ثم بعد ذلك لعب كوره وانضم لاكاديميه برشلونه. استمر حمزه في كره اليد وكحارس ولاعب في كره اليد لغايه سن ال 13 سنه، تمام، لكن بعدها قرر انه يلعب اللعبه الشعبيه الاولى. في نوفمبر 2018 حمزه علاء تلقى مكالمه غيرت حياته، وقال عنها: كنت ذاهبا لمقابله اصدقائي في مكان بجوار مقر النادي في الجزيره، كنت العب في هذا الوقت في صفوف الناشئين، واخبروني في المكالمه تصعيدي للفريق الاول، اعتبرتها علامه وكانت ال 30 ثانيه الافضل في حياتي. في 30 يناير 2022 ظهر حمزه علاء لاول مره في تدريبات النادي الاهلي، وشارك اساسي مع الفريق ضد البنك الاهلي في المباراه اللي اقيمت في كاس الرابطه. كلنا نتذكر هذه المباراه اللي وقتها بيتسو موسيماني لعب بيه الصف الثاني. تاريخ، ويبدو ان ذكريات حمزه علاء كلها هتبقى تاريخيه خلال الفتره اللي جايه، لانه من لاعب كره يد لحارس مرمى في كره القدم. مصطفى شوبير، وتهنئه رقيقه جدا وجميله من مصطفى لصديقه وزميله واخوه حمزه علاء. قال: افضل لاعب في المباراه وافضل حارس في البطوله حمزه علاء. تهنئه قويه جدا من مصطفى شوبير لحمزه علاء. وكمان حمزه قال ان الشناوي بيتصل بيه يوميا عشان يطمئن عليه ويديله دفعه قويه جدا في هذه البطوله. حساب الاتحاد الافريقي القى الضوء على اوساتالانا، الاغنيه الشهيره
اللي اصبحت ترند في العالم كله دلوقتي، اي فريق عايز يحتفل باي بطوله يغني اغنيه طاهر محمد طاهر، مش هقول اغنيه سطلانه، اغنيه طاهر محمد طاهر. يبدو اننا صرنا نعلم الان تميمه الفوز لكل ما هو مصر. على فكره كمان المنتخب المغربي امبارح في اوضه اللبس في الاحتفال بعد الفوز على مالي بركلات الجزاء الترجيحيه برضه احتفل نفس الاحتفاليه، ودي التويته اللي جايه لما نروح ونشوف حساب الاتحاد الافريقي ايضا عمل تحديث وقال يبدو ان الادمن اسرع الحكم في التغريده السابقه، من الواضح انها تميمه الفوز للجميع في هذه النسخه. يعني حتى احتفاليه المنتخب المغربي باغنيه سطلانه، ورغم ان البطوله او الاغنيه دي يا جماعه كانت بناء على فوز الاهلي على الوداد المغربي، ولكن بصراحه لو تبصوا على فرحه الاشقاء في المغرب بالاغنيه دي، الفرق المغربيه لما بتكسب ماتش، الرجاء كسب، الجيش الملكي كسب، بيحتفلوا بالاغنيه. المنتخب المغربي تحت 23 سنه كسب، بيحتفل بالاغنيه. الاشقاء المغاربه عندهم روح رياضيه، ورغم ان الاغنيه دي تميمه الفوز والانتصار بالنسبه للاهلي، ولكن الكل بدا يحتفل بها. البعض اللي ممكن يكون زعلان من الاغنيه لان هي تميمه الفوز على الوداد في نهائي افريقيا، او نقول له خلي عندك روح رياضيه، احتفل وافرح. المنتخب المغربي نفسه اعتبرها تميمه الفوز وتميمه الحظ، واحتفل بيها امبارح في ملعب مولاي عبد الله بعد الفوز على مالي بركلات الجزاء الترجيحيه في مباراه ماراثونيه انتهت في التعادل، او انتهت في الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 2-2، لكن ركلات الجزاء كانت فيها توفيق اكتر مع الفريق المغربي. طب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم للنتيجه ومين ممكن يحرز الاهداف في مباراه الاهلي والاسماعيلي. استاذ هاني احمد بيقول مباراه الاهلي والاسماعيلي دائما ما تحفل بالنديه والاثاره، اتوقع ان شاء الله الاهلي يواصل كتابه ثلاثيات كولر، يعني اللي هي 3-0 تاو الشحات عبد القادر. تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد، شكرا ليك يا استاذ هاني. استاذ محمود علي بيقول اتوقع فوز الاهلي 0-2 والاهداف تاو عبد القادر. هنحاول ناخد اكبر قدر من التوقعات. استاذ صلاح بيقول ان شاء الله 4-0 شريف تاو الشحات، وتوقعي كريستو هينزل بديل وهيسجل باذن الله، نتمنى والله ان شاء الله. استاذ هاني بيقول دايما كما تعودنا بان تكون مباراه الاهلي والاسماعيلي لها طبع خاص وحماسيه، اتوقع فوز الاهلي 6-1. خلي ال 6-1 دي قريب، طيب ما نخلصهاش من دلوقتي. واتوقع الاهداف متنوعه من المهاجمين وخط المنتصف للاعبي الاهلي، وكل التوفيق لبطل القاره. 6-1 تميمه، كل ما بيشوف اي مباراه كده فيها نتيجه 6-1 الكل بيتذكر اهلي وزمالك. استاذ محمد صلاح وحاطط صوره صلاح بيقول ان شاء الله 3-0 عبد المنعم وكهربا وشريف، اهلاوي وافتخر. استاذ هشام دويدار بيقول ان شاء الله الاهلي هيفوز بالنتيجه المفضله ليه 0-3. استاذ محمد عبد السلام بيقول باذن الله ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. استاذ سامح فراج بيقول ان شاء الله فوز الاهلي بالرقم المحبب لجمهوره، عمل 3-0 يعني يقصد 3-0. استاذ حسام بيقول ان شاء الله نفوز 0-5. نتمنى، هتبقى نتيجه كبيره، وكلنا عارفين مباريات الاهلي والاسماعيلي فيها نتائج وفيها مباريات كبيره، وسبق قبل كده الاهلي فاز على الاسماعيلي على فكره 6-0 في اسماعيليه، في نتيجه كبيره جدا في جيل التسعينات، وحتى في فترات سابقه كانت في مباريات كثيره انتهت ب3 وب4، لكن مباراه النهارده اكيد هتبقى فيها مباراه نديه كبيره جدا، ومباراه يديرها الكابتن احمد الغندور، وهيكون على الفار كابتن حسام عزب حجاج. وانا النهارده يمكن تعمدت ما اتكلمش على طاقم التحكيم، لان انا مش بحب دايما يكون عندي استباقيه الحكم على اي حكم او على اي طاقم في مباراه اليوم. لو بصينا على الهيستوري والتاريخ في الفتره الاخيره كانت في اخطاء مؤثره في بعض المباريات الاخرى، مش في مباراه الاهلي او مباراه الاسماعيلي، ولكن نتمنى ان الطاقم النهارده يكون على قدر الحدث واهميه هذه المباراه، ويخرج مباراه بشكل جيد جدا، تكون الاخطاء قليله. اي مباراه يكون فيها اخطاء تحكيميه، لكن نتمنى ان تكون اخطاء قليله. نتمنى التوفيق للكابتن احمد الغندور، نتمنى التوفيق لباقي طاقم الحكام، حكام تقنيه الفيديو النهارده الكابتن حسام عزب حجاب، كل التوفيق ليهم. والاسبوع اللي جاي ان شاء الله عندنا انفراد مهم جدا بمين هو حكم القمه، في ظل معطيات مهمه جدا هتتم خلال الساعات اللي جايه، قد تكون لها علاقه بالاتحاد الافريقي، بالاتحاد المصري، بيريرا هيختار حكم مرشح من الكاف لاحداث كبيره الفتره الجايه، ده هنشوف الاسبوع اللي جاي، ولكن نخليه في الحلقات اللي جايه. وانا في الختام بشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.